شوف انا يعني قلت لك في البدايه ان ما تشلا اعطاني مباراتي الاولى. يمكن الشيء اللي وايد ناس ما يدرون عنه ان كنا في معسكر في المانيا في بدايه لما اختارني، وبدا فيني اساسي في المانيا، لكن انا ما كنت زين، سواء الرهبه الخوف المفاجاه، علاقتي مع اللاعبين كانت عاديه محدوده، ما كان في علاقه اصلا بين اللاعبين، فما في المعسكر ما كنت زين. فقعد معي يعني هو ما شاء الله قعد معي وقال لي انا يعني انصدم من مستواك، تمرين بالكويت غير الكويت غير الكويت، تمرن تروح مع ربعك وتقعد، بس المعسكر انت مع ناس يعني وضع جديد عليك. فقعد كلمني وقال لي انا بيك، وشجعني ونصحني وخلاني اتضايق من نفسي. يعني لو وقتها قايل لي خلاص انت رجع الكويت ما كنت راح، ما راح الومه. اي بعدها بكاس الخليج اللي اعطاني فرصتي، يمكن البعض يعتقد ان انا لما لعبت صدفه، لكن المباراه السعوديه الناس ترى كثير ما يدرون انك لعبت السعوديه. أي اول مباراه السعوديه اللي قال لي يعني ميلان كلمني قبلها بليله عقب الاجتماع اللاعبين، عقب يعني كنا نجتمع بالليل قبل المباراه، اجتماع مو فني، اجتماع يعني كذي نقعد مع بعض قاعده بالليل ونسولف واللي عندك نفسي يعني كذي. اي فعقب الاجتماع هذا كنت انا 3 مباريات مدرج مو احتياط، فاحنا طالعين من الاجتماع وقفني بالممر ولا يقول لي باكر اذا مشت الامور مثل ما ابي راح تلعب انت اخر 10 دقائق ربع ساعه، ما بيهم يهجمون علي عن طريق الباكات. فالبعض يعتقد ان مشاركتي كانت صدفه، او ان شاركت كصدفه، بس مو صدفه. يعني هو قال لي قبلها بكم يوم شنو راح يصير، قال لي انك راح تشارك، قال لي انك راح تلعب، راح نفوز 1-0 او يعني تصوره انه راح نسجل هدف وراح ندافع. والامر الثاني اللي الكل يتكلم عنه هو علاقتنا برا الملعب، يعني هذه كانت ما مر علي فريقنا بهالشكل. كنا الفريق قبرص تذكرون سياكل، اي بالسياكل كنا كم 22 لاعب مع بعض، صحيح فري كامل 22 لاعب، يعني تخيل طلعه 22 لاعب مع بعض يطلعون، وهذه صعبه. اي هذه ما مرت علي انا، صحيح. ما مرت علي يعني كان ايام السياكل وحتى السياكل ها وبعدين ماهر حتى في الكويت تذكرون كان حتى اذا ما كان في منتخب كان كل اسبوع نتجمع غدا عند واحد بالبيت، كنا نتجمع اللاعبين نعم كل اسبوع كان غدا عند واحد حتى لو ما كان في منتخب. فيعني علاقتنا مع بعض برا الملعب اعتقد علاقتكم مستمرة الان يعني مستمرة، وهذا دليل ان لها جذور قويه يعني. اي يعني للحين لما نشوف بعض يعني حد يعني مثلا محمد يمكن ما اشوفه شهر شهرين 3 اشهر، بس لما اشوفه كني شايفه امس. تواصل مستمر صح. يعني العلاقه اللي بيننا اللي يعني جمال وما شاء الله زرعوها بشكل او باخر، ما يعني ما اقدر اقول لك شنو الطريقه، يعني انا ما اعرف شنو الطريقه، اللي اعرفه ان احنا كنا كذي، شلون كذي شلون صرنا كذي. شوف ما اقطع كلامه، احنا اول ما استلمنا المنتخب طبعا اول ما استلمنا لما رحنا قبرص في البدايه معسكر قبل مباراتنا مع لبنان، ما كنت معك انت ما كنت معنا، انا وميلان تفاجئنا صراحه، تفاجئنا بالفريق، يعني ما نشوف بينهم علاقه، ما نشوف بينهم اخوه، ما نشوفه كل يعني 5 لاعبين قاعدين وغرفتهم مسكرين عليهم، وهذا اللي صدمنا بالبدايه بصراحه. انا اقول لك فانا ويا ميلان قعدنا فعلا تمام، انت قاعد تنبهنا حق شيء مهم ان يعني انتوا يعني هذا مو حاصل صدفه او شغله، لا لا لا, لا يعني انتوا يعني خططوا حق شيء. اي طبعا، فاحنا لما قعدت انا مع ميلان وفعلا يعني هذا الشيء وايد ضايقنا، احنا قلنا اذا ما نخلي الفريق ويا بعض ما راح ننجح، وفعلا هذا اللي صار، بدينا نشتغل من الناحيه هذه من اللاعبين، حتى احنا تكلمنا قعدنا مع مدير الفريق عبد الحميد والأربش قلنا لهم انتم شلون راضين بالوضع هذا؟ انتم كنتوا شلون راضين بالوضع هذا يستمر؟ ليش ان انا كنت لاعب وانا اعرف هذه الامور هذه، واعرف ان العلاقه اذا ما صارت زينه مع بعض مع اللاعبين كلهم مثلنا اول ما راح ينجح الفريق، ليش ان هذه راح تنعكس داخل الملعب، وهذا اللي صار بالضبط. اي فاحنا اشتغلنا من هالناحيه، احنا مع اداره الفريق خلينا اللاعبين ولميناهم على بعض، وحتى يعني حتى بالباص نشوف صخ العاده بالباص شيلات وهذا ينكت على هذا وهذا، هذا اللي يخلي شوي
وفعلا وصلنا الى المرحله هذه. هذه نقطه مهمه بتعليق الكابتن. الغرف كانت ممر، كانت البيبان مبطله، فعادي تقعد تدش غرفه تلقى فيها سبعه قاعدين اصلا مو غرفتهم، يعني مو الاثنين اللي بالغرفه. فالوضع كان يعني، وهذا شيء ترى يعني شيء مهم وايد، لان اللي صار في كاس خليج 98 اسامه ما كان يلعب في مباراه السعوديه، خالد فضلي خطا كره وخسرنا كره تبدي وسري. فالاجتماع اللاعبين هذا اللي كنا قبلها بالليل تشنبع تذكرون اسامه، يعني كان يتكلم ان ذبحوا نفسكم عشان خالد فضلي، يعني الموضوع مو خلاص، وصل الموضوع ان واحد فيكم اذا ما اخذنا البطوله واحد فيكم بي يمكن يعني ممكن ينتهي كرويا، لانه كان هجوم كبير على خالد فضلي. ها صح ضحيه. اي فكان يعني كان الاجتماع، اسامه كان هو كابتن طبعا ما كان يلعب بس يعني هو القائد، كان كل الاجتماع ان البطوله هذه تذبحون نفسكم عشان خالد فضلي، وهذا اللي صار. يعني انت تلعب وبالك واحد من ربعك، وهذه يعني لو علاقتنا مع بعض ما كانت كذي يمكن يقول لك انا اشك. حتى اسامه